عاجل جدا وجهت المحكمة البريطانية تهمتين إضافية للاعب المان سيتي بنيامين مندي كلها بالاغتصاب. أول عنده 4 قضايا اغتصاب وقضية واحدة اعتداء جنسي، الحين صارت عنده قضيتين زيادة، 7 قضايا كلها اغتصاب واعتداء جنسي. الله مندي ورط، مندي ورط، أنا مفجوع من القضايا اللي عنده وحزنت على مندي. أنت إيش سويت؟ إيش بالمصيبة يا مندي؟ واضح مندي إلا إذا معاه محامي شاطر، أنا ما أدري عن العقوبات في بريطانيا، بس واضح عقوبته حتكون شديدة جدا، تقريبا 5 سنوات سجن، 10 سنوات سجن. هل مندي اعتزل كرة القدم؟ ننتظر اللاعب يطلع يصرح، ننتظر القضية تبان أكثر، نشوف إيش يصير. السلام عليكم.